وين ذا ويدينج دوت كوم لكل مستلزمات البيج ايفنتس وخاصه الاعراس الكبيره وكمان بلايف عم نكون عم نستعرض نحن وياكم البعض منها. ام تريبل اي موجود اليوم معنا مارون اشقر صاحب شركه ام تريبل اي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. لايتنج اند ساوند سيستمز هذا اللي بتهتم فيه ام تريبل اي، بس كثير اشياء ثانيه كمان للاعراس، خاصه لما بكون العرس كبير او العرس شوي اصعب من غيره كمان بيكون الحل عندكم ام تريبل اي. خبرنا شوي شو يعني اول شيء لايتنج اند ساوند سيستمز، بتهتموا بالتحديد بشو؟ يعني لما بنقول اضاءه يعني تحت شو؟ يعني بنقول صوت، حتى نوع الموسيقى، حتى او بس السيستم الصوت او شو؟ بسمح لي قبل بس اتشكر الام تي في اللي هي عزيزه كثير علي، واستاذ مارون الحاج وحضرتك وجودي عندكم. اهلا وسهلا فيك. وبالنسبه لام تريبل اي هي ميلي كل شيء لايتنج وساوند و وليد سكرينز، اكيد بيتضمن ضمن هالقصص الاليفيشنز، الدانس فلورز، الكات ووك، الليد سكرين كابانلز، و يعني كل هذا التام يعني اذا بدك يعني في عمار بتعمره صح. يعني اذا بدك بيجينا ايام بول بدنا نسكره، ايام بيجينا بيتش بده يكون في على ويدنج يعني ما مهم شو اللوكيشن بتحولوها. صح، هلا بالنهايه ما في شيء يعني مستحيل، نحن بنحب نشتغل قصص على طول متجدده، على طول نقدر نعطي من حالنا للشغل، يعني مش على طول نشتغل كوبي بيست. يعني اللايتنج هو عالم بحد ذاته، يعني اليوم مش اللايتنج انه هم نضوي شيء، المهم نحن نكون عم نعرف نستعمل هذا الشيء كيف نضوي فيه وينتقل هوديك القصص منه تدريجيا اذا بدك. يعني واحد بصير يتطور مع صح. مع الوقت من وراء خبرته، من وراء الاشياء يلي بيعملها، هو كان بيطور حاله. هلا ما فيك تطور حالك اذا ما كنت بتحب الشغل. يعني اليوم اذا انت ما كنت بتحب هيدا المود وهيدا الشغل كله، لانه هيدا الشغل جدا جدا صعب، يعني بتطلب منك كثير وقت وما فيك تربح كل القصص بهيدا الدومين. يعني اليوم بدك تخسر كثير قصص لتربح هيدا الشغل، النتيجه اللي بدك اياها 100%. بدك تعطي كثير من وقتك، بدك تخسر حياتك اذا بدك الـ 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 يعني اللي بتعيشيها بيرفكشن ودائما كل شيء 100%. حتى العائله، حتى الاصحاب، يعني شغل بدك تقولي عم بتعطي من حالك لهذا الشيء. وطبعا كرو كبير بيشتغل معكم بما انه بتهتموا باكثر من ديبارتمنت، زي ما نقول بقلب الايفنت، ان كان فاذا الاضاءه، ان كان الصوت، ان كان الاليفيشنز او ان كان العمار، يعني صح. تحديد اللوكيشن. هلا طبعا كل عرس عنده او كل ايفنت حتى يمكن البيج ايفنتس كمان مزود. ممكن تكونوا عم تهتموا فيها، في عنده ثيم معين وحسب يعني موضوع الايفنت كمان بينشغل مع الكلاينت مين ما كان يكون قبل. صحيح صح. هلا اكيد بالنسبه للستاف اكيد في عنا انجينيرز، من لايتنج انجينير، لايتنج ديزاين، من الساوند، من الاشخاص اللي بيكونوا موجودين على الارض، ومن الستاف اللوجيستكس اذا بدك اللي بيكون عم بيطبق هذا الشيء. هلا من ناحيه الكلاينتس عنا فينا نشتغل دايركت كلاينت، وعم نشتغل مع اكيد مع بلانرز، بس مع الليفل شوي عالي اذا بدك. خلينا نشوف فيديو بفرجينا كيف عم تشتغلوا ونرجع نتابع. اوكي
مارون، يعني كل البيز لا كل الزينه الباقيه اذا بدنا نقول كل الفينيساج الباقي انتم بتعملوها، وطبعا فينيساج اللايتنج فينيساج الساوند هيدا شغلكم، بس يعني لازم يكون في تعاون شوي بينكم وبين بقيه الديبارتمنتس. هلا ان كان من كل الاشخاص السبلايرز عم نشتغل سوا، بالنهايه انا كلايتنج انا بدي ابرز الايتمز هنا بحطوها، ان كان ورد ان كان اكسسوار ان كان ديكوريشن، حتى هو الاساس. يعني اذا كنا عم نشتغل مع ويدنج بلانر راح يكون علاقتنا معه وعم ننسق معه. هلا اذا كنا عم نشتغل دايركت كلاينت اكيد بدنا نشوف مين السبلايرز اللي عم يشتغلوا بهذا العرس وننسق معه، لانه بالنهايه اللايتنج هي جزء اساسي بقلب العرس. يعني اليوم نحن اذا اشتغلنا ديكوريشن كثير حلوه وما مضوين عليها بطريقه صح، ما كنا ما عملنا شيء. يعني هيدي المرحله. والمرحله الثانيه بدي اعرف شو قصص، اعرف شو بدي ابرز. يعني انا اليوم اللايتنج هي عم تبرز الايتمز اللي موجوده بقلب اللوكيشن، فشغله جدا مهمه، واكيد التنسيق هو شيء اساسي جدا. مهم واساسي. الفيديو اللي كنا عم نشوفه يعني هيك عرس قد ايه اخذ معكم وقت؟ هيدا اخذ 7 ايام. كانت صعوبته اذا بدك الكالكوليشن اللي بدنا نعمله كرمال يطلع معنا هذا الاستراكشر اللي هو حامل كريستال بالنص. عندنا تقريبا معدل 5 طن كريستال من دون اي عمود بالنص، وبنفس الوقت بالوقت اللي بلاتفورم هي على البول صح، وما في ما فينا نحط ولا شيء، يعني يكون اجرين اذا بدك فايتين على قلب البول. وبنفس الوقت كانت صعوبتها بالوقت اللي كان فيه، التايمينج اللي كان فيه العرس كان جدا صعب، كان في كثير هواء. يعني كل الوقت كنا عم نتواصل مع الشرك برا اللي هن اساسا نحن شاريين منهم الماتيريال، كمان نكون عم نعمل كالكوليشن صح، كمان الهواء، كمان كل شيء يكون ان سيف سايد. بس هون اليد العامله يعني طبعا عندها دور كثير مهم واساسي، وضروري انها تكون كثير دقيقه لتنفيذ أكيد. هيك ديزاين صح، بس الادق من هيك بدنا نكون جدا واضحين جدا شفافين. بالنهايه الشخص اللي بده يكون عم يشتغل اذا بدك اللوجيستكس اللي على الارض العمال عندهم محدودين اذا بدك بخيالهم. اوكي، الاهم من هودي كلهم الاشخاص اللي عم بيعملوا فولو اب من وراهم، هيدا انا اللي بركز عليه اكثر من الاشخاص، لانه اليوم حتى نكون جدا صريحين الاشخاص اللي عم بيعملوا فولو اب هن اللي حيكونوا عندهم هيدا الخيال وهيدا هيدا المعرفه بالمصلحه اكثر من الاشخاص اللي بيكونوا عم بيشتغلوا على الارض. فالاشخاص اللي عم بيعملوا فولو اب هن الاشخاص اللي اذا بدك بالموقع الصح. يعني خلينا نشوف فيديو ثاني كمان. اوكي،
يعني اللوكيشن تتغير كليا كأنه لوكيشن تاني ما لها علاقة. بعدين في كتير شغل يعني بديزاين لحتى لي كل شيء يكون متناسق 100%. مزبوط. كل فيسو لومينو يعني له مطرح، فهون الذوق بيلعب دور كتير. أكيد كبير. أكيد ما فينا نتجاهل الشغل اللي بكون هو التقل كله على البلانر، على الودينج بلانر إذا بديك، بس أكيد نحن بنكون عم نطبق هذا الشيء اللي هو بكون مقرره يعني، فهو بكون له شغل كتير كبير بهذا الموضوع. فأكيد في ستاف وكون عم بشتغل في يعني في دراسة عم بتكون عم معمولة كمان يطلع هذا الشغل بهذه الطريقة يعني. بس كمان لحتى اللي تقدر تعطي النتيجة المطلوبة في خبرة معينة، في تقنيات معينة، في ماتيريالز معينين يعني موجودين عندك. هلا الماتيريالز شيء مهم والاكسبيرينس شغله كثير مهمه، بس اثنيناتهم اجبار يكونوا موجودين مع بعض. يعني اليوم اذا عندنا ماتيريال وما عندنا اكسبيرينس ما بيمشوا حالهم. صح. وكمان الماتيريالز لازم نكون كمان عارفين كيف نستعملها. يعني بالنهايه الماتيريالز حيالله شخص بيقدر يوجدها اذا ما وجد المصاري، بس كيف بده يستعملها اذا ما فيها الاكسبيرينس وهذا الذوق موجود عندهم. والستاف طبعا كبير عندك، واول صار عنده خبره كبيره باعراس كبيره مثل هيدي. اهلا وسهلا فيك مارون أشقر ام تريبل اي. طبعا بتقدروا تشوفوا تفاصيل عنها اكثر على سايت windowwedding.com، وكثير كمان من مستلزمات البيج ايفنتس والاعراس الكبيره والصغيره كمان. وفي هلا بنكون مع ميوزيكال اليوم، رح نكون عم نتمتع باغاني العندليب الاسمر مع غسان يمين. خليكم معنا.